مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف العاشر. اليوم بإذن الله تعالى نستكمل معا الدرس الأول من الوحدة الرابعة، والذي يتحدث عن علم التصنيف. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن أولا أن يذكر الطالب معنى علم التصنيف، ثانيا أن يقارن الطالب بين ممالك الكائنات الحية، ثالثا أن يصنف الطالب الكائنات الحية وفقا لنظام ليمنس. أولا علم التصنيف. علم التصنيف هو علم يجمع الكائنات الحية في فئات وتصنيفات بحسب الخصائص المشتركة بينها، ويقارن علماء التصنيف الكائنات الحية الموجودة حاليا وتلك التي انقرضت عبر ملاحظة البقايا المتحجرة من الكائنات القديمة، كما نرى في الشكل أمامنا. يوجد لدينا شكلان A و B. A يوضح السن الموجودة في أحفورة من كائن منقرض، أما B يوضح السن للقرش الأبيض الكبير الذي يعيش في عصرنا الحالي. هل الشبه بين الكائنين كبير بما يكفي لينتمي إلى الجنس نفسه؟ وهل الاختلاف بين الكائنين كبير بما يكفي لينتمي إلى نوعين مختلفين؟ التشابه بين الأسنان يكفي لتصنيف الكائن المنقرض في المجموعة نفسها مع القرش المعاصر، والقرش هو مجموعة من الأسماك التي تمتلك هيكلا غضروفيا بدل العظم، وبالتالي لا يبقى كأحافير غير أسنان وفك أسماك القرش. وصف روبرت ويتكر نظام الممالك الخمسة. قام العالم روبرت ويتكر بتصنيف الكائنات الحية إلى خمس ممالك، وهي البكتيريا، الطلائعيات، الفطريات، النباتات، الحيوانات. إذا نظرنا إلى هذه المقارنة بين الخمس ممالك، نجد أن أولا من حيث النواة في البكتيريا لا يوجد بها نواة، أما باقي الممالك فتحتوي على نواة. الطلائعيات تحتوي على نواة واحدة، الفطريات نواة أو عدة أنوية، النباتات نواة واحدة، والحيوانات نواة واحدة. أما من حيث عدد الخلايا، نجد أن البكتيريا جميعها وحيدة الخلية، الطلائعيات والفطريات بعضها وحيد الخلية، النباتات والحيوانات لا يوجد بها أي كائن وحيد الخلية. أما متعددة الخلايا، فالبكتيريا لا يوجد بها متعددة الخلايا، الطلائعيات والفطريات بعضها متعددة الخلايا، النباتات والحيوانات جميعها متعددة الخلايا. من حيث الجدار الخلوي، فإن البكتيريا معظمها يحتوي على جدار خلوي، أما الطلائعيات بعضها يحتوي على جدار خلوي، الفطريات والنباتات جميعها يحتوي على جدار خلوي، أما الحيوانات فلا يوجد بها جدار خلوي. طريقة التكاثر: البكتيريا يحدث فيها التكاثر عن طريق الانشطار الخلوي، الطلائعيات يوجد تكاثر جنسي ولا جنسي، الفطريات تكاثر لا جنسي بالتبرع أو تكاثر جنسي، النباتات والحيوانات يمكن أن يتكاثر بعضها جنسيا وبعضها لا جنسيا. نقوم الآن بحل هذه الأسئلة. ما هو العلم المختص بدراسة تجميع الكائنات الحية في فئات؟ هذا العلم هو علم التصنيف. أي من الكائنات الآتية جميعها متعدد الخلايا؟ هي النباتات والحيوانات. أي من الكائنات الآتية جميعها لا يحتوي على جدار خلوي؟ هي الحيوانات. اذكر المصطلح العلمي: علم يجمع الكائنات الحية
في فئات حسب الخصائص المشتركة، هو علم التصنيف. السؤال التالي: قارن بين البكتيريا والطلائعيات كما في الجدول الآتي، من حيث النواة، الجدار الخلوي، التكاثر الخلوي. أولا، البكتيريا لا يوجد بها نواة، أما الطلائعيات يوجد بها نواة واحدة. الجدار الخلوي في البكتيريا معظمها يحتوي على جدار خلوي، أما الطلائعيات يوجد في بعضها جدار خلوي. التكاثر الخلوي في البكتيريا يكون تكاثر لا جنسي بالانشطار الخلوي، أما في الطلائعيات يكون جنسي أو لا جنسي. كما نرى أمامنا في الشكل الموضح، إذا أردنا أن نقوم بتصنيف لثعلب الرمال، فنبدأ أولا بتحديد نوعه هو الحيوانات، ثم نتدرج إلى الحبليات، ثم أي نوع من الحبليات هو ينتمي إلى الثدييات، ثم أي نوع من الثدييات ينتمي إليه هذا الكائن هو آكلات اللحوم، أي نوع من آكلات اللحوم هو الكلبيات، أي نوع من الكلبيات هو الثعالب الحقيقية، ثم أي نوع من الثعالب الحقيقية هو ثعلب الرمال. هذا التدريج قام بوصفه العالم لينيس. فالحيوانات تمثل المملكة، ثم الحبليات تمثل الشعبة، ثم الثدييات توضح الصف، وأكلات اللحوم توصف الرتبة، أما الكلبيات فتعني العائلة، والثعالب الحقيقية المقصود بها تحديد الجنس، وثعلب الرمال هو النوع. إذن نظام تصنيف لينيس هو نظام اعتمده العالم لينيس، واعتمد فيه على أوجه التشابه التي يمكن رؤيتها بالعين باستخدام الأحرف اللاتينية. ونظم لينيس الكائنات الحية في فئات كبيرة بناء على خاصية أو اثنتين من الخصائص الرئيسية. سمى أكبر مجموعة بالمملكة Kingdom، التي تغطي كالمظلة جميع الأشياء الموجودة تحتها، وقسم كل مملكة إلى مجموعات أصغر، كل واحدة تسمى شعبة. تتضمن الشعبة Phylum الواحدة صفا واحدا أو أكثر يسمى الصف أو Class، ويقسم الصف الكلاس إلى رتب تسمى أوردر، والرتبة عبارة عن مجموعة من العوائل فاميلي. تقسم العائلة إلى أجناس، والجنس هو مجموعة من نوع واحد أو أكثر. إلى هذه الأسئلة: ما هي أكبر مجموعة في تصنيف لينيس التي تغطي جميع الأشياء الموجودة تحتها؟ هي المملكة. إلى ما تقسم العائلة الواحدة؟ تقسم العائلة الواحدة إلى أجناس. أي من الترتيب الآتي هو الترتيب الصحيح لتصنيف لينيس؟ هو C، مملكة، شعبة، صف، رتبة، عائلة. اكتب المصطلح العلمي: نظام تصنيف يعتمد على أوجه التشابه التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، هو نظام لينيس. الآن عزيزي الطالب، عليك حل الواجب السؤال رقم 8 صفحة 54 بالكتاب المدرسي، والواجب الإلكتروني على منصة التيمز. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.